الله الرحمن الرحيم. السيدات السادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من دواعي سروري أن أكون اليوم بينكم في رحاب جامعتكم المرموقة والتي نهل من معينها طوالها عدة عقود مئات العلماء والباحثين الأكاديميين الذين خدموا العلم والإنسانية. ونعلم جيدا أن جامعتكم المرموقة مثلت ميزانا دقيقا للمجتمع الأمريكي في تحقيق الانسجام والتوازن بين القديم والجديد، وأنني ممتن لكم كثيرا لهذه الفرصة وحفاوة الاستقبال. ويسعدني بهذه المناسبة أن أنقل لكم تحيات الشعب العراقي المحب للسلام والعلم والمؤيد لروح التعاون بين الشعوب، وهي تحية واجبة في وقت حساس تمر به منطقتنا في الشرق الأوسط. أيها الأعزاء، جئت إلى هنا إلى واشنطن لبدء صفحة جديدة من العلاقات الثنائية، ونعتقد أنكم أنتم المجتمع الأكاديمي في قلب هذه العلاقات المأمولة. ذلك أننا نبحث مع الولايات المتحدة عن علاقات أكثر استدامة، قوامها الأساس يرتكز على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل والتعاون المثمر بين شعبينا، إذ أن العلاقة بين الشعوب هي المستدامة والأصل في العلاقات الخارجية، لأن العلاقة السياسية عرضة للتقلبات والتغير بتغير الحكام والأنظمة والإدارات، إلا أن علاقة الشعوب دائمية ومترسخة في وجدان الفرد الواحد بغض النظر عن النظام السياسي القائم.